صديقي على الهواء عادي جدا وزميلي العزيز والراجل الحقيقه اللي مغير شكل كره السله في مصر، كابتن دكتور مجدي ابو فريخه. مساء الفل يا دكتور مجدي. مساء الفل يا كابتن مصر، ازيك؟ ربنا يخليك ويبارك لصديقنا العزيز شقيقك العزيز استاذ محمد ابو فريخه بنجاحه في منصب نائب الرئيس في مجلس اداره نادي طنطا ضمن قائمه الصديق العزيز استاذ فايز عريبي. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك. طيب دكتور مجدي، خبر سعيد وجميل وهو ان مصر بتحوز على شرف تنظيم بطوله كاس العالم للانديه اللي بتقام لاول مره في قاره افريقيا. اديني تفاصيل وفرحني اكتر. فرحني والله. الحمد لله الاتحاد الدولي لسه النهارده اعلن فوز مصر بحق تنظيم كاس العالم للانديه لاول مره في التاريخ، وده حدث طبعا يعني جميل جدا لينا ورؤيه جميله من الاتحاد الدولي لمصر الحقيقه، وجات زياره الفيفا قبل كده وانبهروا. يعني هم كانوا قبل كده احنا منظمين في 2017 كاس عالم الشباب، نعم أكبر نعم بطوله في العالم، اللي كانوا منبهرين بالتنظيم صحيح وباستاد القاهره وكده. جم شافوا الصالات الجديده والبنيه التحتيه الجديده والطرق والدنيا، انبهروا بصراحه يعني. نعم. الحمد لله فضل الله النهارده اعلنوا عن شرف تنظيم كاس عالم في مصر ان شاء الله في فبراير 2022. طيب من الجميل انه بطل افريقيا هو نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك هو اللي هيشارك في هذه البطوله ممثلا لافريقيا مصر، ولا في نادي تاني من افريقيا هيمثلنا كده؟ لا، هو الزمالك هو بطل واحد من كل قاره. الزمالك عن افريقيا، بطل اسبانيا عن اوروبا، بطل فلامينجو البرازيلي عن امريكا. البرازيل عن امريكا الجنوبيه، وفريق من ام بي اي عن امريكا الشماليه. واسيا الحقيقه ما تلعبتش بطولة اسيا السنة اللي فاتت عشان الكورونا وكده، فما فيش بطل اسيا فيه. نعم. طيب يعني الزمالك يعني هم اربع فرق يا كابتن؟ اربع فرق. طيب اربع فرق. يعني المساندة لنادي الزمالك هتبقى عاملة ازاي؟ ده مهم جدا لانه اول مرة بننظم هذه البطولة وبيشارك نادي الزمالك لاول مرة في كاس العالم للاندية. اعتقد كلنا محتاجين نسانده يا دكتور مجدي، والمكان اللي هتقام فيه البطولة. كل الدعم. المكان ان شاء الله صالة حسن مصطفى 6 اكتوبر باذن الله، وفي يوم 9 فبراير ان شاء الله باذن الله. يوم 9 فبراير باذن الله. طيب قول لي يعني نظام الحضور الجماهيري حتى هذه اللحظه هل تم اقراره ولا لسه؟ هو حتى هذه اللحظه ما فيش، بس ان شاء الله هيكون في جماهير باذن الله، ويكون كل الدعم لنادي الزمالك باذن الله في البطوله دي، وربنا يوفقهم ان شاء الله. دكتور مجدي، يعني كل مره بفضل اقول انك غيرت من شكل كره السله والدوري. السخونه حتى اللي بدا بها الدوري المرتبط شكلها يعني هتمتد لباقي الموسم، واحنا عندنا كاس مصر والسوبر، مش كده؟ النهايات كلها هتبقى بنفس الشكل ده. ايوه. الفرق كلها متقاربه يعني ان شاء الله السنه دي هتبقى امتع كمان من السنه اللي فاتت. يعني يمكن السنه اللي فاتت كانت حيز كبير جدا من المتعه والمشاهده. انا لا متوقع ان شاء الله السنه دي هتكون احسن واحسن. فرق مستوياتها عاليه قوي الحمد لله. الانديه مهتمة جدا وان شاء الله هتبقى احسن كمان. دكتور مجدي، يعني الاهلي بيعتمد على مدرب اجنبي والزمالك بيعتمد على مدرب اجنبي، وعندنا كتير من المدربين المصريين المحترمين جدا، كابتن احمد مرعي، كابتن اشرف توفيق، واسماء كثيرة جدا عظيمة ورائعة، لكنه هل بالفعل اتجهت النية للتعاقد مع مدرب اجنبي؟ ولو هيبقى امتى ومنين؟ الحقيقة للمنتخب يعني ان شاء الله هيبقى مدرب اجنبي. و ان شاء الله يعني هيكون امريكي يعني ان شاء الله باذن الله، ودرب في الان بي اي افريقيا وخد بطوله. لا في افريقيا. نعم. درب نيجيريا ودرب انجولا، وسي في جامد جدا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله متوقعين منه حاجه كويسه قوي باذن الله. دكتور مجدي ابو فريخه بشكرك شكرا جزيلا. لا ممكن اقول لك خبر بس لحضرتك؟ يا ريت. ان شاء الله الام بي اي بكره في اجتماع مع معالي الوزير الشباب والرياضه لبحث امكانيه فتح مكتب الام بي اي في القاهره باذن الله. وده الاول، وبعدين هيبقى مؤتمر صحفي للاعلان عن تنظيم كاس العالم في مصر باذن الله مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، المهتم جدا 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 بكل الاحداث الرياضيه ومهتم جدا بالاخبار السعيده بتاعت كره السله.
طيب دكتور مجدي، هذا الخبر الجميل السعيد كمان، هل اخبرت جروب الرفعي الجميل الكبير بتاعنا بهذه الاخبار الحصريه ولا اختصيت بيها البرنامج هنا بس يا كابتن؟ لا الحقيقه النهارده كنت عايز اقول بس لقيت كان في حاله وفاه كده لواحد زميلنا ربنا يرحمه اموات جميعا باذن الله، فما قدرتش اتكلم في الجروب الحقيقه النهارده. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله اللي عامل شغل اكتر من رائع واكتر من جميل.